على وقع قرارة الرئيس بوتفليقة القاضية بعدم ترشحه لعهدة خامسة وتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أفريل المقبل، اجتماع جديد للمعارضة اتفق فيه المشاركون على كلمة واحدة: رفض قرارات الرئيس شكلاً ومضموناً، واعتبارها تمديداً للعهدة الرابعة بعد رفض الشعب للخامسة. ثانياً، اعتبار أن السلطة السياسية القائمة لا يمكن أن تستمر خارج أي ترتيب دستوري وضد الإرادة الشعبية. الاجتماع التشاوري الخامس للمعارضة الذي احتضنه مقر جبهة العدالة والتنمية، وإن عرف تمثيلاً أقلاً من سابقيه، إلا أنه أكد على مواصلة دعم الحراك الشعبي والدعوة لعقد لقاء وطني لصياغة المطالب الشعبية. الوقت ضيق، لا بد من إيجاد آليات، لأن الجانب الآلي هو الجانب التكنيكي. وعندنا فقهاء القانون، فالمرحلة هذه لابد من حوار. واحد، توسيع الحوار. اثنين، نروحوا لندوة وطنية موسعة. وأمام التطورات في المشهد السياسي، تواصل المعارضة لقاءاتها بحثاً عن تموقع وسط الحراك الشعبي، حراك يرفض الوصاية عليه ويتمسك بالتغيير الجذري.